نرجع ونتمنى كل الخير وتوفيق إن شاء الله للطلبة الأعزاء اللي يؤدون الامتحانات الوزارية، طلاب السادس الإعدادي، وبخصوص الصورة ارجعوا انطوني إياها إذا تسمحون إذا متوفرة. بخصوص صورة الطالبة اليوم اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ضاجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، أنا تكلمت في بداية البرنامج، صارت بعض التفاصيل اللطيفة جدا لطيفة، وحالة من التفاعل كبيرة جدا مع هذه الشابة. هسه بعيدا عن منو هذا الشخص، سواء كانت مأجرته أو كان والدها، المنتخب أني من مصدر موثوق أنه يعني جمعوا بياناتهم على كل شخص $500 ورح يهدوا لها سيارة. أيضا وحدة من شركات الاتصالات قدمت لها خط مميز توصل قيمته إلى 10 مليون دينار وبخدمات مجانية طيلة فترة الدراسة. بالتوفيق بالتوفيق.